السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. طبعا ألف مبروك لقبولكم كليات الطب، إن شاء الله يا رب تكونون من الطلبة المتفوقين والأطباء الناجحين، وإن شاء الله يا ربي يوفقكم. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور علي حسين بدر من جامعة بابل، خريج دفعة 2020 من الأوائل على الدفعة. إن شاء الله راح ناخذكم بمادة الميديكال فيزيكس، راح نشرح لكم الفيزياء الطبية بتفاصيلها بطريقة مختلفة. إن شاء الله راح تستفادون وراح تصير المادة جدا سهلة عليكم وجدا حلوة وتتونسون بها. طلاب، ابتداء قبل لا نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أقول لكم معلومة عصارت جهدنا وخبرتنا بكلية الطب. طلاب، احنا من كنا نقرا بالاعداديه كان التارجت والغرض مالتنا من قراءتنا بالاعداديه هو نحصل درجه، وهاي الدرجه على اساسها انه تاهل نطلع معدل ونروح كليات الطب. كنا كنا هيك نفكر. لكن طلاب، من دخلنا كليات الطب تختلف الموضوع. انت لازم يكون التارجت والهدف مالتك يكون شلون تكون طبيب ناجح. هذا الشيء يحتاج انه انت طريقه قراءه صحيحه، مو طريقه قراءه مثل الاعداديه ادرخ، لا، لازم اعرف شلون اقرا واعرف، لان طلاب هذا الشيء راح يفيدك شلون تجاوب على الاسئله، وراح يفيدك يعني كدرجه انت، ويفيدك مستقبلا. انا هسه ما احب اطول عليكم الموضوع، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بالمحاضره، وانا راح انبهكم على النقاط نقطه نقطه وشلون الموضوع ناخذ. فنبلش. طلاب، الميديكال فيزيكس راح ناخذ تشابتر 1 اللي هو ميجرمنت اون ترمينولوجي. طلاب، راح نجي الميديكال فيزيكس. طلاب، الميديكال فيزيكس معناه الفيزياء الطبية. is a term of the science، هو مصطلح العلم، يعني a term of the science that overlap two field. الفيزياء الطبية هو علم طلاب يغطي في two field، يعني يغطي شغلتين. هو من اسمه ميديكال فيزيكس، شنو الشغلتين اللي يغطيها الفيزياء الطبية؟ الميديسن، هو من اسمه ميديكال فيزيكس، يعني يغطي الميديسن الطبي، يغطي ويغطي الفيزيكس، يغطي الفيزياء. اذا طلاب، اذا هو مصطلح علمي، هذا المصطلح، هذا العلم راح يغطي شغلتين. اول شغله هو الطب، يعني العلم هذا راح ندرسه، راح يدرس الطب، والشغله الثانيه يدرس الفيزيكس، يدرس الفيزياء. زين، اتس كونسيرن، يركز العلم، يركز وين؟ with the study of the several field of the physics. يقول لك هذا العلم يركز على دراسة study دراسة of several field، على مجالات متعددة، field مجالات و several متعددة، مجالات متعددة of physics، مجالات متعددة من الفيزياء in the body، بالجسم. إذن الميديكال فيزيكس، الفيزياء الطبية، هو العلم الذي يغطي مجالين مهمات. من اسمه طلاب ميديكال فيزيكس، فالميديسين أول شيء، وثاني شيء الفيزياء. أوكي، زين، شنو هي المجالات المتعددة اللي تدرسها الفيزياء؟ راح نجي وحدة وحدة ناخذها، أو يعني هسه شنو الشيء اللي تدرسه الفيزياء الطبية. أول نقطة the physical parameters، أو طلاب الفيزياء الطبية تتضمن أول شغلة الفيزيكال باراميتر. يعني طلاب، شنو الفيزيكال باراميتر؟ يعني معناها المصطلحات الفيزيائية أو العناصر الفيزيائية اللي راح ندرسهن، وكلهن أنتم تعرفوهم طلاب. الفيزيكال باراميتر مثل إيش؟ مثل البرجر، الضغط، مثل الفورس، القوة، مثل الانيرجي، الطاقة، ومثل الباور، القدرة، ومثل الالكتريسيتي، الكهربائية. إذن الفيزياء الطبية تشمل أول شيء physical parameter، يعني العناصر الفيزيائية. شنو هاي الباراميترز، العناصر الفيزيائية which involve، تتضمن in the function of the body. هاي العناصر الفيزيائية خاصة function، وظائف، وظائف الجسم، خاصة بوظائف الجسم and affect the body. يعني طلاب، الفيزيكال باراميتر هي تهتم بوظائف الجسم وتأثر على الجسم. مثل ايش طلاب؟ such as، شنو هاي الفيزيكال باراميتر؟ شنو هاي الباراميتر اللي تدرسها الفيزياء الطبيه؟ اول شيء البريشر، الضغط، ثاني شيء الفورس، القوه، ثالث شيء الانرجي، الطاقه، والباور، القدره، والالكتريستي، الكهربائيه. نعم، اعطيك صور عليهم. اذا هسه احنا ندرس الفيزياء الطبيه، ايش تتضمن؟ هسه اول شيء عرفنا الباراميتر. ثاني شيء طلاب، يتضمن the physics of the body organ، راح ندرس فيزياء أعضاء الجسم. physics فيزياء، organs أعضاء، body جسم. إذن the physics of the body organ، راح ندرس أعضاء الجسم and system of the body،
such as يعني طلاب ثاني شغله راح ندرس فيزياء اعضاء الجسم ومو بس الاورجان والسيستم واجهزه الجسم. طلاب احنا نعرف انه الجسم بي اورجان، بمثل الهارت القلب اورجان، بكدني الكلى اورجان، وبي سيستم كارديوفاسكولار جهاز الدوران، مثل ريسبيرتوري سيستم جهاز التنفسي. فبالتالي طلاب احنا ثاني شغله راح ندرس الفيزياء مال بودي اورجانز اعضاء الجسم والسيستم واجهزه الجسم اللي تتضمن such as فيزياء. شنو تتضمن؟ اول شيء الفيجن النظر، راح ندرس هيرنج السمع، كل هالفيزياء لها علاقه، السكيليتال جهاز الهيكلي، البلمونري جهاز الرئوي يعني الرئه، والكارديوفاسكولار جهاز الدوران والاوعيه الدمويه، والنيرفس سيستم الجهاز العصبي. يعني طلاب راح ندرس فيزياء الاورجان يعني لاعضاء الجسم، وفيزياء شنو بعد عندنا؟ فيزياء السيستم يعني الاجهزه، مثل اجهزه الجسم راح ندرسها الفيجن، الهيرينج، السمع، السكيليتال اللي هي شنو السكيليتال؟ اللي هي الهيكل العظمي يعني، والبلمونري التنفس، والكارديوفاسكولار الكارديو. طلاب كارديو يعني قلب، فاسكولار يعني اوعيه، كارديوفاسكولار يعني القلب والاوعيه الدمويه، البلمونري رئه الرئويه باللاتيني، نيرفس سيستم يعني الجهاز العصبي، نيرفس جاي من كلمة نيرف اللي هي عصبي، كارديوفاسكولار كارديو معناه قلب هارت، وفاسكولار أوعية دموية، فالأوعية الدموية والقلب، بولمونري يعني تنفس، سكيليتال سيستم الجهاز الهيكلي العظام وغير العظام، والهيرينج السمع، والفيجن الرؤية. هسه عرفنا اول شغله ايش درسنا؟ درسنا الباراميتر اللي هي الفورس القوه الضغط. ثاني شيء درسنا شنو؟ قلنا راح ندرس فيزياء الاورجان والسيستم وعددناهم. ثالث شغله طلاب applications of the vision of the physics in the practice. ثالث شغله راح نطبق application يعني نطبق الفيزياء الفيزيكس in the practice بشكل عملي، يعني راح نشوف شلون انه الفيزياء بها تطبيقات عمليه. الميديكال فيزيكس طلاب شوفوا بالطب مستحيل امبوسيبل نقدر نتخلى عن الفيزياء. طلاب خاصه بالعملي اغلب التحاليل مالتنا هي تعتمد على الفيزياء، راح ناخذها ابسط شيء سونار يشتغل على الفيزياء، اكس راي اشعه تشتغل على الفيزياء. فطلاب ما نقدر احنا نستغني عن الطب الفيزياء مستحيل. فبالتالي شو يقول لك تطبيقات ابلكيشن اوف فيزكس ان براكتس، راح نستفاد من تطبيقات الفيزياء وين؟ بشكل عملي، براكتس اوف ميديسين تطبيق الطب. شلون نستفاد بشكل عملي؟ اول شيء الليزر ان ميديسين طلاب، الليزر نسوي بعمليات العيون، هاي عمليه الليزك والليزر. اذا شنو هاي؟ تطبيق فيزياء لو مو تطبيق؟ دا استفاد منه بالبراكتس بالعملي لو ما استفاد منه. ثاني شيء ساوند اند الترا ساوند ان ميديسين، الالترا ساوند السونار طلاب، السونار كلش استفاد منه بالطب. احنا اي واحد يجي عند اي شيء اول شيء نفكر به سونار، فبالتالي السونار هو شيء فيزيائي استفاد منه بالبراكتس لو ما استفاد منه. ثالث شيء الاكس ريز الاشعه طلاب، اكس ريز يعني اشعه، والاكس يعني هي ليش يسموها اكس ريز؟ لان كانت مجهوله ما يعرفون شنو فسموها اكس ريز الاشعه. طلاب اي واحد يقول احنا نسوي اشعه، فبالتالي اذا استفاد منها بالبراكتس لو ما نستفاد منها. السي تي سكان طلاب، هذا شيء اسمه سي تي سكان، وين راح تاخذه؟ شنو سي تي سكان؟ كمبيوتد توموغرافي طلاب. السي تي سكان اللي هو كمبيوتد توموغرافي هو المفراس طلاب، السي تي سكان هو المفراس. احنا يعني قليل نقول كمبيوتد توموغرافي، راح تروحون هسه بالمراحل ان شاء الله الجايه ما نقول كمبيوتد توموغرافي، نقول سي تي سكان مفراس. واضح؟ المفراس جدا يفيدنا كلش، نختصر بالرقم السي تي مشهور. ستروح المراحل السابقه، المراحل الجايه يجيك طبيب يقول لك يابا هذا عنده هيك المريض عنده خنقه، شو تسوي له؟ تقول له سوي له سي تي، اوكي، اللي هو المفراس. طلاب ثاني شيء عندنا ام ار اي جدا مشهور اللي هو الرنين، ام ار اي معناه ماجنتنج ريزونانس ايمجينج، ماجنتنج ريزونانس ايمجينج نختصرها بالرمز ام ار اي. الاي ايمجينج يعني صوره، الماجنتنج يعني صوره مغناطيسيه، ريزونانس يعني رنين مغناطيسي. واضح؟ الرنين المغناطيسي، صوره الرنين المغناطيسي سمي ام ار اي. طلاب المشهورات يعني احنا مثلا واحد عنده مثلا تيومر ان ذا بون يعني سرطان بعظمه، واضح؟ فش نقول له؟ ندز يسوي ام ار اي، واضح؟ او شو نقول له؟ نقول له سوي سي تي سكان اللي هو المفراس، والام ار اي هو الرنين. او عندنا الكترو كارديوغرام اللي طلاب هو الاي سي جي تخطيط القلب، هذا الاي سي جي كلش مشهور. يعني احنا دائما كنا من طلاب مرحله اولى طبعا الاي سي جي شيء جدا حلو، هو ليس تخطيط القلب، كنا دائما نحب انه شو نشوف؟ نقرا اي سي جي، نتعلم نسال شنو هذا الاي سي جي، شلون اقراه،
شلون؟ فانتم بالمرحله الخامسه والسادسه والرابعه راح يعلمكم شلون تقرون اي سي جي، شلون تقرون تخطيط القلب. فطلاب هذا كله يشتغل على الفيزياء الاي سي جي. الاي الكترو كارديوغرام، الكترو يعني الكترون، وكارديو يعني قلب، وجرام يعني صوره، يعني صوره القلب الالكترونيه. بس احنا ما نترجميش ترجمات، لا احنا نقول اي سي جي الكترو كارديوغرام هو تخطيط القلب. الاي سي جي تخطيط القلب، الام ار اي هو الماجنتيك ريزونانس، ماجنتيك ريزونانس ايمجينج اللي هو الرنين، والسي تي هو المفراس، والاكس رايز الاشعه، والسونار. ذني نستفاد منهم بالبراكتس. واضح؟ زين. بعض الطلاب عندنا الكترو انسيفالوغرافي، الكترو انسيفالوغرافي نرمز له بالرمز اي اي جي، تخطيط الدماغ. طلاب ذول اهل الصرع وهالشيء يحتاج مرات يدزون تخطيط للدماغ، يسموه الكترو انسيفالوغرافي. الكترو انسيفالوغرافي، الكترو يعني الكترون، انسيفالو سيفال يعني الدماغ، جرافي صوره. يعني الكترو الكترون، انسيفالو سيفالو هو الدماغ، جرافي صوره. بس احنا ما نترجم ايش ترجمه، يعني ما نحبذها، نحب نحفظ انه الكترو انسيفالوغرافي وتخطيط الدماغ، نرمز له بالرمز اي اي جي. ذاك ركزوا، ذاك اي سي جي، هذا اي اي جي. زين، اكو شيء الكترو غاسترو غاسترو غرافي، نرمز له بالرمز اي اي جي. وكشي الكترو روتينوغرافي، لا هذا جدا مهم، الكترو روتينوغرافي تخطيط للعين الشبكيه. الكترو الكترون روتينو، روتينو هي 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 الشبكيه طلاب، الرتينا واضح، الجزء العصبي مال العين، الرتينا هي الشبكيه واضح. فالكترو روتينوغرافي زين، الكترو الروتينوغرافي اي، فالكترو روتينوغرافي الرتينا هي الشبكيه وغرافي صوره، فنرمز لها بالرمز اي ار جي. او عندنا راديو ايزوتوب سكان، رايزو ايزوتوب هذا اللي يستخدمه بالعظام، يعني شيء الاشعه الراديو، يعني اشعه ايزوتوب يعني اشعه نستفاد من عندها خاصه دراسه الامراض السرطانيه بالعظام. او بوزيترون ايميشن كاميرا، هذا يسموه بي اي سي واضح. بي اي سي شنو هذا؟ هذا نستخدم اشعه البوزيترون، يعني عندنا الكترون وعندنا بوزيترون. قاعد تذكرون بالفيزياء بالسادس، الالكترون شنو شحنته؟ سالبه. البوزيترون شنو شحنته؟ موجبه. يعني هو ماده تشبه الالكترون بس بدل ما شحنتها سالبه شحنتها موجبه. فبالتالي بوزيترون طلاب ايميشن كاميرا بي ار جي. او جاما، اشعه جاما مال كاميرا استفاد منها بالنيوكليير ميديسين. طلاب هذا النيوكليير ميديسين شيء جدا يعني متطور، يسموه الطب يعني النووي. طلاب هذا الطب النووي احنا بالعراق محظورين من عنده، يعني اكو بند السابع او كذا ما اعرف تفاصيله، بس انه هذا احنا محظورين، يعني ممنوع نستورد في شيء يسوي طب نووي. يعني احنا هذا الطب النووي بالخارج يستغلوه، يسمون نيوكليير ميديسين، يسمون بيه اجهزه يعني مثل تخطيط القلب، مثل تخطيط العين وكذا وكذا. لاني هاي الاجهزه تستخدم تعتمد على النيوكليير ميديسين. بس احنا بالعراق لان كان زمن يعني من الازمان انه احنا يعني ممنوع نستورد اي شيء له علاقه نووي، لذلك اكو هواي اجهزه تستخدم هذا التطبيق موجوده باماكن مختلفه يعني، بس العراق كانوا ما موجود بهذا الشيء. هذا اضافه الراديو ثيرابي، الراديو ثيرابي هي الاشعه، احنا واحد يقول هذا ضربه اشعاع هي الراديو ثيرابي واضح. فبالتالي الطلاب هاي شنو، هاي الفكره مو انه تدرخها وحده وحده، وما راح يجيب لك عدد لي لا. اذا الفكره انه انت تطلع انه انا عندي شيء اسمه تخطيط قلب اي سي جي، عندي شيء اسمه تخطيط دماغ اي اي جي، عندي تخطيط للشبكيه يسموها الكترو ريتينوغرافي، عندي شيء اسمه بوزيترون ايميشن كاميرا، عندي شيء اسمه الجاما واضح. وهكذا تعرف ان ذني استفاد منهم بالطب. اريد يوصل لك الفكره من السائد ان ذني الاجهزه استخدم به فيزياء استفاد منهم بالطب. لذلك عنوان النقطه كان يا شباب كان انه ابلكيشن، تطبيقات ابلكيشنز الفيزياء وين؟ بالطب، البراكتس اوف طب، يعني بالعملي ما الطب. زين شباب، البايو ماتيريال يوزد ان ميديسين اند النقطه الرابعه بعد هسه نشوف طلاب عندنا نقاط. اول نقطه ذني شنو النقاط؟ ذني المجالات الطبيه المتعدده اللي نستخدمها بالفيزياء. اول شيء حكينا على الباراميتر الضغط وغيرها، ثاني شيء حكينا على السيستم والاورجانز الهيرنج والفيجن وهاي نستخدم بالفيزياء، وراح حكينا على الاجهزه الطبيه، ورا راح نحكي النقطه الرابعه طلاب البايو ماتيريال يوزد ان ميديسين اند ذن تستري such as art. طلاب شو يقول لك يابا اكو بايو ماتيريالز، هاي البايو ماتيريالز يعني ماتيريالز مواد، بايو حيويه يعني اكو مواد حيويه نستخدمها بالطب، يوزد ان تستخدم في الطب، اند دنستري وبطب الاسنان. مثل ايش؟ مثل ارتفيشال بون العظام الاصطناعيه. طلاب واحد مثلا يحتاج عظم اصطناعي، نجيب له عظم. هاي وين هذا؟ هذا وش يسموه؟ يسموه بايو ماتيريال، مواد
عضويه او حياتيه، واضح؟ artificial bones. ثاني شيء contact lens، عدسات لاصقه. شنو هاي فيزياء؟ and lasix use in ophthalmology. طلاب الليزيك، احنا مو عندنا ليزر وعندنا ليزيك. طلاب هذا الليزيك عباره عن شيء نستخدمه بالابثولمولوجي. طلاب ابثولمولوجي شنو؟ هو علم العيون. ابثولمو يعني عين، واضح؟ مثلا طبيب اختصاص العيون شنو نقول؟ نقول ابثولمولوجيست، واضح؟ ابثولمولوجي لوجي يعني علم العيون. فالليزيك والليزر وين نستخدمه؟ بعلم العيون. دا يقول لك انه شنو الاشياء اللي نستخدمها بالطب، مثل اخذنا طب الاسنان، نستخدم الارتفيشال بون العظام الاصطناعيه، نستخدم العدسات اللاصقه كونتاكت ليكس، نستخدم الليزيك وين ان ابثولمولوجي، او نستخدم شيء اسمه بيس ميكر. طلاب هذا بيس ميكر هو جهاز ينظم القلب. مثلا يجي مريض عند القلب ما دقات قلبه غير منتظمه، نحط شيء جهاز نزرع الهياء، هذا الجهاز ينظم دقات القلب، اسميه بيس ميكر، واضح؟ يعني بيس ميكر هو جهاز هذا بالقلبيه، راح تدرسوه تفاصيله. بيس ميكر اند ستنت. طلاب ستنتس يوز ان كارديو فاسكولار ديزيز. طلاب ستنت هو عباره عن عباره تستخدم بالكارديو فاسكولار ديزيز، امراض القلب والاوعيه الدمويه. طلاب ديزيز امراض كارديو قلب فاسكولار اوعيه دمويه، ستنت عباره. طلاب شنو هاي؟ مثلا واحد عنده هذا الوريد مالته او شريان مالته مسدود، هذا اللي هو الشريان مالته مسدود، شو نسوي احنا الاطباء؟ شو يسوون؟ يجيبون فد عباره من هنا لهنا تعبر مكان الانسداد، سميه كبج، تعبر مكان الانسداد، مكان الانسداد تعبره. شو يسموه هذا؟ يسموه ستنت، واضح؟ عباره. وين استخدمه؟ استخدمه بالكارديو فاسكولار ديزيز. الكارديو يعني قلب، فاسكولار اوعيه دمويه ديزيز، امراض القلب والاوعيه الدمويه. او طلاب جرافتنج ماتيريال، مواد لجرافت. طلاب الجرافت يعني هي الاشياء اللي تستخدم بالتجميل. طلاب عندنا احنا اكو شيء صار جدا متطور اسمه جراحه تجميليه. هاي الجراحه التجميليه طلاب نستخدم به مثلا جرافت، مثلا نجيب مثلا جلد مصنع وتحطه على الجرح، هذا شيء يسموه جرافت، واضح طلاب؟ ذني كلهن هي بايو ماتيريال، يعني مواد حيويه طلاب نستخدمها بالطب، يعني واضح؟ هاي كلها فيزياء. هو شو يريد يوصل لك من الاستعدادات؟ يقول لك شنو ربط الفيزياء بالطب؟ ده يقول لك اول شيء يجي يشرح لك، يقول لك يا ربط الفيزياء بالطب عندنا اجهزه اي سي جي واي اي جي والكترورتينوغرافي وكذا. ثاني شيء يشرح لك، يقول لك احنا عندنا بالجسم الفيجن السمع، هاي كلها بيها فيزياء. ثالث شغله جاك وراها احكي لك على البايو ماتريال، قال لك عندنا مواد حيويه، ماتريالز مواد بايو حيويه. طاق امثله، طاق ارتفيشال بونز عظام، ارتفيشال صناعيه عظام صناعيه، طاق عدسات لاصقه، طاق ليزك، طاق بيس ميكر، طاق ستنت، واخر شيء قال لك لف جرافت اند نيرف كوندوت. هاي همين يعني عمليات خاصه يحطوها الاعصاب. زين طلاب هسه راح ناخذ موضوع ثاني. هسه حكينا التطبيقات الفيزيائيه اللي لها علاقه يعني بالطب، راح ناخذ شيء ثاني طلاب اسمه ستاندرد اند نون ستاندرد يونت ان ميديسن، الوحدات القياسيه والغير قياسيه. ستاندرد يعني شيء قياسي، نموذج، يعني ستاندرد اند نون ستاندرد يونتس وحدات، الوحدات القياسيه اند المو قياسيه، نون ستاندرد ان ميديسن. راح نشوف شنو الوحدات القياسيه، ستاندرد يونتس. Some quantities in medicine are measured in the same units for measurement in standard unit. يعني طلاب يقول لك some quantities بعض الكميات في الطب are تقاس بنفس in same unit بنفس وحدة القياس بالstandard unit. يعني طلاب باعوا مثلا احنا كنا نعرف ان القوة شنو وحدتها؟ فورس يعني قوة، شنو وحدتها؟ وحدتها نيوتن. طلاب كنا الورك الشغل شنو وحدته؟ نعرف ان الشغل وحدته جول، واضح؟ زين طلاب الباور القدرة شنو وحدتها؟ كنا نعرف واط، يعني هل انه الباور عندها غير وحدة؟ لا، عندها وحدة الواط. القوة شنو وحدتها؟ نيوتن. الشغل شنو وحدته؟ جول. طلاب ذن الوحدات بالحالات الطبيعية هي قياس ثابت، لكن بالطب القوة شنو وحدتها بالطب؟ هم نفس نيوتن؟ اي نعم نفس نيوتن، لذلك سميناها وحدة قياسية، يعني ما تغيرت وحدتها بالاشياء الغير طبية، نفسها بالطبية. يعني طلاب اذا مثلا وحدتها بالاشياء المو طبية نيوتن، زين وحدتها بالاشياء الطبية هم نيوتن، اذا نفسها محافظة على نفس الوحدة اسميها وحدة قياسية، ستاندرد يونت.
يعني القوة سواء بالأشياء الطبية أو مو طبية وحدتها نيوتن، فلذلك استمناها ستاندرد يونت، وحدة قياسية ما لها علاقة ستاندرد. زين الشغل وحتى جول سواء أشياء طبية أو مو طبية، لذلك سميناها ستاندرد. الباور القدرة وحدتها واط، ما تفرق سواء طبية أو مو طبية، وحدة القدرة شنو هي؟ هي واط. واضح طلاب؟ يعني الفكرة إنه الستاندرد يونتس هاي وحدات قياسية، هي إنه نستخدمها بالطب، يعني بالطب نفسها تستخدم هذه الوحدات، ما راح تتغير. واضح؟ زين طلاب النون ستاندرد يونت لا، هاي بالطب شكل وغير الطب شكل، فلذلك سميناها نون ستاندرد مو قياسية. شلون؟ يقول لك مثلا راح اعطيك مثال قبل لا نترجمها، راح اعطيك مثال. مثلا الضغط احنا بالطب، ضغط الدم، ضغط السوائل بالجسم، شو نقيسها؟ نقيسها مليمتر زئبق، مليمتر ميركوري زئبق، او نقيسها سنتيمتر زئبق. واضح؟ في حين بالاشياء المو طبيه نقيسها نيوتن على متر تربيع. واضح ان الضغط نقيسه نيوتن على متر تربيع، هاي بالاشياء المو طبيه. لكن بالاشياء الطبيه شنو نقيسها؟ مليمتر زئبق او سنتيمتر زئبق، يعني مليمتر ميركوري او سنتيمتر ميركوري. واضح؟ زين. او الضغط هم بالاشياء الغير طبيه نقيسه هذا الداين على السكوير، هذا داين على السكوير سنتيمتر يعني تربيع. يعني الضغط بال 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 بالاشياء الطبيه قيسه بالمليمتر زئبق او السنتيمتر زئبق. واضح؟ في حين بالاشياء الطبيه اما اقيس نيوتن على متر تربيع، نيوتن على سكوير متر، يعني نيوتن على متر تربيع، او اقيس داين على سنتيمتر تربيع. زين نجي مثال اخر، الطاقه بالاشياء الطبيه نقيسها بالكيلو كالوري. من هسه واحد يجيك تروح للقاعه مثلا مال حديد وتقول له انا اريد احصل باليوم كذا كيلو كالوري، شوف الطاقه بايش دا اقيسها؟ بالكيلو كالوري. في حين بالاشياء الغير طبيه نقيس الطاقه بالجول. احنا كنا طلاب السادس ونعرف انه الطاقه نقيسها بالجول، بدليل الطاقه المختزنه بالفصل الاول بالمجال المغناطيسي بالمجال الكهربائي بالجول. بالفصل الثاني كانت بالسادس عندكم الطاقه المختزنه بالمجال المغناطيسي، ليش نقيسه؟ بالجول. اذا طلاب اللي اريد اوصل له انه عندي وحدات قياسيه ستاندرد هي نفسها سيم يونت، نفس الوحدات سواء طب او غير طب. القوه هي نيوتن، الشغل هو جول، والقدره هي واط. في حين بالاشياء النون ستاندرد المو قياسيه لا، الضغط بالطب مليمتر زئبق او سنتيمتر زئبق، في حين الاشياء الغير الطب اقيسه بنيوتن على متر تربيع، او اقيسه داين على سنتيمتر تربيع، داين على سكوير سنتيمتر. او الطاقه بالطب شو نقيسه؟ كيلو كالوري، بالكيلو كال نسميه كيلو كالوري كيلو. في حين المو هذا المو بالطب الاشياء نقيسه جول. طلاب شلون يجيبوا لك هذا الفرق؟ مثلا يقول لك انرجي از ستاندرد لو نون ستاندرد، الانرجي هو نون ستاندرد. راح يقول لك مثلا القوه ستاندرد لو نون ستاندرد، او البريشر الضغط يقول له نون ستاندرد. في حين يجيب لك ذني يقول لك القوه شنو؟ ستاندرد، ما تفرق، الورك نفسه ستاندرد والباور هو ستاندرد، يعني يجيب لك منها ويفضل. خلينا نقراها حتى تترجموها. سم اذر كوانتيتيز يقول لك بعض الكميات الاخرى ان ميديسن في الطب ار ميجر ان سبيشال يونت، ار ميجر تقاس ان سبيشال يونت، تقاس بوحدات قياس خاصه سبيشال يونت، which are different، شوفوا different، شوفوا هنا same نفسها، شوفوا هنا which are different from units used for measurement of the same quantities out of the field of medicine. شوفوا يقول طلاب بعض الوحدات بالطب تستخدم وحدات خاصة، هاي الوحدات الخاصة تختلف من الوحدات اللي نستخدمها خارج الطب out of the field of the medicine، خارج المجال field مجال الطبي. إذن يابا يقول لك بعض الكميات نستخدم بها وحدات خاصة، هاي الوحدات تختلف عن الوحدات اللي نقيس بها خارج الطب، يعني إذا خارج الطب أقيسها بشكل وبالطب أقيسها بشكل. زين والأمثلة أخذناها، يعني شو يقول لك يابا الضغط أقيسه بس بالمليمتر زئبق يعني ميركوري أو بالسنتيمتر ميركوري إنستيد بدل نيوتن على متر تربيع، أو هذا الداين على سنتيمتر تربيع، إنستيد يعني بدل، واضح؟ بدل. أو الطاقة أقيسه بالكيلو كالوري أو بالكالوري بدل إنستيد، بدل الجول اللي خارج الطب أوت أوف ذا فيلد أوف ميديسن. يعني الفكرة إنه أنا عندي ستاندرد يونت وعندي نون ستاندرد يونت. الستاندرد يونت هي سيم نفسها بالطب او خارج الطب. النون ستاندرد يونت لا، النون بالطب شكل واوت اوف ذا فيلد شكل، والامثله موجوده. زين طلاب راح ناخذ موضوع ثاني اسمه ريبيتيف اند نون ريبيتيف ميجرمنت.
يعني عندنا قياسات نسميها ريبيتيتيف ونون ريبيتيتيف. نون ريبيتيتيف راح نعرف شنو ريبيتيتيف ميجرمنت شنو نون ريبيتيتيف ميجرمنت. هسه راح نفهم. There are two group of the physical measurement. اكو عندنا نوعين مجموعتين من القياسات الطبيه. عندنا مجموعتين من القياسات الطبيه in the body بالجسم which are اللي هي شنو النوعين من الفيزيكال ميجرمنتس. عندنا لو ريبيتيتيف لو نون ريبيتيتيف. طلاب انه اذا الريبيتيتيف والنون ريبيتيتيف هي قياسات فيزيائيه. شنو القياسات الفيزيائيه؟ كم نوع؟ عندي نوعين في ريبيتيتيف ونون ريبيتيتيف. طلاب ريبيتيتيف هي شيء معاد، نون ريبيتيتيف شيء ما ينعاد. راح هسه واحده واحده ندرسها. شوفوا طلاب، ذا ريبيتيتيف ميجرمنت از ذا نمبر اوف ذا ريبيتيتيف بير سكند. هي العدد الشيء اللي ينعاد بالثانيه او بالدقيقه بالمنت او بالساعه. يعني الريبيتيتيف ميجرمنت الكميات المعاده هي عدد نمبر اوف ريبيتيتيف، عدد الاشياء التنعاد بير سكند، للثانيه او بالدقيقه او بالساعه. يعني طلاب شوفون احنا هسه كاطباء من نداوم او من نشوف مرضى، هسه احنا مثلا نداوم مستشفيات ونشوف مرضى، من نشوف مريض انا دقيسه مثلا نبض مال. هذا النبض اسميه بولس ريت، بولس ريت يعني النبض. اقيس للنبض بيش؟ بيش؟ يعني اقول مثلا 70 بيت بير مينت، اقيسه بالدقيقه. يعني زين، يعني الاشياء اللي تنقاس بالدقيقه اسميها ريبيتيتيف او بالثانيه او بالساعه. يعني البلس ريت، طلاب البلس ريت النبض هذا هسه شفت اياه، اقول مثلا النبض مال الانسان اقول مثلا 75 بيت دقه بير مينت بالدقيقه. يعني اي شيء اقارنه بالدقيقه اسميه ريبيتيتيف. شوف المثال البلس ريت مثلا يقول لك النورمال بيرسون الانسان الطبيعي النبض مالته ايش قد مال القلب تقريبا يعني بروكسيمالي يعني ايكوال يساوي 70 شوف بير مينت داقيسه بالدقيقه. احنا قلنا الريبيتيتيف نقارن لو بالسكند لو بالدقيقه لو بالساعه، فبما انه بير مينت اقول عليها ريبيتيتيف ميجرمنت. او ليش البريث ريت بريثنج ريت ولا البريثنج ريت يعني شلون يعني وحدات التنفس، كم واحد يتنفس بالدقيقه كم نفس بالدقيقه. مثلا ايش قد 16 الانسان الطبيعي 16 وين شوفوا بير مينت بالدقيقه، للزلم وللنسوان 20. هسه انت ايش قد تتنفس بالدقيقه؟ هاي يسموه ريسبيرتوري ريت يعني عدد التنفس ريسبيرتوري ريت. هذا الشيء يعني الاشياء المهمه اللي لازم احنا نقيسها لكل مريض. فبالانسان الطبيعي يعني كتب يقول 16 كتب يقول 18 بالدقيقه وبالنسوان 20. يعني الفكره طلاب خاف يجيب لك دائما يجيب لك مثلا ام سي كيو. طلاب شنو ام سي كيو؟ مولتيبل تشويس كويستشن. هذا نوع من انواع الاسئله. احنا بالطب عندنا نوعين من الاسئله بشكل رئيسي، نوع من الاسئله يسموه ام سي كيو مولتيبل تشويس كويستشن، اسئله اختيارات يعطيك سطر ويحط لك اربع اختيارات تختار، هذا ام سي كيو. وعندنا نوع يسموه اسي، اسي هذا الشرح يجيب لك شيء ويقول لك اشرح لي او يجيب لك سؤال. فطلاب طلعوا لي زين مثلا هاي شلون يجيب لك مثلا يقول لك يابا بلس ريت معدل نبضات القلب مال الانسان 70 بيت بير مينت. انت ما دام شفت قارناه بالدقيقه قول هاي راح يقول لك اختيارات هاي ريبيتيتيف ميجرمنت لو هاي نون ريبيتيتيف. انت ايش تختار؟ ما دام شفت مقارن بالدقيقه قول هاي ريبيتيتيف ميجرمنت. او يقول لك الريسبيرتوري ريت او البريدنج ريت معدل التنفس مال الانسان ما دام قارن لك اياه بالدقيقه قول اذا هاي ريبيتيتيف ميجرمنت. وانت معلومه حلوه ان تعرف نبض الانسان الطبيعي 70 طبعا احنا وين نقارن من 60% اذا جو ال 60 اكو حاله مرضيه نسميها بريديكاردي فوق ال 100 وحاله مرضيه اسمها تكي كاردي تسارع وتباطؤ. لا تدوخون بيها بس انا بدي اوصل لك الفكره انه حلو انت طالب مرحله تعرف انه النبض 70 عندنا الطبيعي الانسان وحلو تعرف انه معدل التنفس مال الانسان 16 بالرجال و20 بالنساء. يعني معلومه حلوه. انا اللي يجيك راح يجيك رقم ويقول لك هذا ريبيتيتيف لو نون ريبيتيتيف. ما دام شفته مقارنه بدقيقه او بسكند ثاني او بساعه اور راح تقول هذا ريبيتيتيف. زين also frequencies الترددات of the electrical signal ترددات يعني الاشارات الالكترونيه from the brain اللي من الدماغ. الدماغ يعطي الاشارات الالكترونيه طلاب يسموه electrical signals. طلاب الالكتريكال سيجنالز from brain من الدماغ ريبيتيتيف تعتبر. يعني يجيب لك اختيار ام سي كيو قلنا هاي نوع من الاسئله يقول لك يابا الالكتريكال سيجنالز الاشارات الالكتريكال الكهرباء الالكترونيه اللي تجي من الدماغ البرين دماغ تعتبر ريبيتيتيف لو نون ريبيتيتيف؟ اللي تعتبر ريبيتيتيف.
ليش؟ لان وش ديبيند تعتمد، ديبيند يعني تعتمد اون ذا اكتيفيتي اوف برين، تعتمد على نشاط الدماغ. اذا هسه انا الريبيتيتيف تشمل شغلتين، اول شيء اللي يتقارن بالسكند او بالمينيت او بالاور، اي شيء تشوفه قارنه الدقيقه او هاي يقول ريبيتيتيف، او الدماغ اشارات الدماغ هم نقول عليها شيء العلاقه بالدماغ نقول عليه ريبيتيتيف. هذا زين نجي للريبيتيتيف هاي لا قبل لا اشرحها ما تتقارن بدقيقه او ثانيه او ساعه لا. مثلا ساعطيك مثال، مثلا الكل يا طلاب دائما تزيل تشيل توخى الاشياء السموم للجسم، هل انه هاي راح تتقارن بالدقيقه؟ يعني هل الكليه تشيل لي هل قد سموم بالدقيقه؟ لا ما عندنا هيك، فهاي نون ريبيتيتيف. فطلاب نجي نون ريبيتيتيف، النون ريبيتيتيف شنو تعني؟ تعني مين؟ تعني ذات سم موفمنت، بعض الحركات ان دي بودي بالجسم ار نوت ريبيتيتيف، ما تنعاد يونيفورملي بشكل متكرر بشكل متناسق يعني، يعني مو مثل النبض، النبض لازم عدي 70 بالدقيقه بيت بير مينت، هاي لازم بالدقيقه تنعاد ريبيتيتيف تنعاد، في حين هاي النون ريبيتيتيف لا نوت ما تنعاد بشكل منظم مثل ما الريبيتيتيف. such as a time ده يعطيك مثال، such as عندنا time on function of the kidney، الوقت لوظائف الكليه حتى رموف لتزيل السموم ويست from the body، يعني يجيب لك مثلا اختيار يجيب لك يقول لك يا به كدني يعني كليه، طلاب احنا الكدني يعني كليه، يقول لك يا به وظيفه الكليه function of the kidney وظيفه الكليه to remove يعني ازاله، لازاله السموم ويست يعني سموم من الجسم، اذا الكليه حتى تزيل السموم من الجسم هذا تعتبر ريبيتيتيف لو نون ريبيتيتيف؟ تشرح تقول له ما قال لي يا بدقيقه مو شيء راح يتكرر، اذا نون ريبيتيتيف. واضح؟ او تايم انترفال اوف نيرف سيجنال، طلاب الاعصاب يعني مثلا اشعار عصبي يجيك، هل انه هذا محدد بالدقيقه؟ لا، اذا نون ريبيتيتيف. اند اي موفمنت، حركه العيون مالتك، هل انه لازم انت بالدقيقه تحرك 5 مرات عينك؟ ماكو شيء، فاذا ذني نون ريبيتيتيف. يعني الفكره من ذني السلايدين شلون يجنك؟ يجيك مثلا مثال يقول لك يابا الهارت بيت، نبضات القلب، ريبيتيتيف يو نون ريبيتيتيف؟ يقول ريبيتيتيف يتقارن بالدقيقه. ريسبيرتي ريت، عدد التنفس، اي يتقارن بالدقيقه. البرين، اي نعم ريبيتيتيف. في حين لا والله حركه العين، الكليه حتى تزيل، هاي ما يتقارن، مو شيء يونيفورم، مو شيء لازم، فبالتالي نسميه نون ريبيتيتيف. زين. طلاب نجي الاكيورسي اوف ذا ميجرمنت، دقه القياسات. شوف طلاب احنا بالطب يعني هسه حتى لو كان الطبيب جدا جينيوس جدا ذكي واي شيء يشوفه شخصه ويطلع علاج وكذا هذا الشيء ينقصه حلقه جدا مهمه، اذا انت كان التحليل غلط انت كل شغله غلط. يعني انا دزيت تحليل مثلا جاني واحد عنده الم بطنه، كتبت له تحليل جرثومه مال معده مثلا، والتحليل جاني ما جرثومه طالع اي بوزيتيف بي، يعني بوزيتيف طلاب دائما بوزيتيف يعني اي بي، نيجاتيف يعني ما بي، طلع بوزيتيف اوكي بوزيتيف يعني بي، التحليل طالع بوزيتيف موجب يعني بي. اذا التحليل غلط، تحليل غلط يعني هو مطلع لي الانسان بي جرثومه بس هو يعني انا شفت التحليل اي بي بس هو بالحقيقه ما بي، لان المشكله وين؟ التحليل غلط، فانت ما راح المريض ما راح يتشافى، راح تعطي علاج وما يستعمل، يقولون عليك طبيب مو زين. فاذا طلاب الاكيورسي دقه القياسات جدا مهمه، جدا مهمه بالطب، لان اذا انت الدقه مال القياس مثلا واحد ما بي سرطان سويت تحليل يقول بي سرطان، احنا ما عندنا هيك تحليل بس انا اوصل لك الفكره، قال يابا هذا بي سرطان اوكي، يعني طبيب انا اسلم بالتحليل اقول اوكي هذا التحليل يقول بي سرطان تبيك سرطان عين، طق فيش طلع التحليل غلط مثلا، هو ماكو هيك تحليل بس انا اوصل لك الفكره ان السرطان مو هيك قيسه مو هيك يعني تتشخص. فبالتالي احنا اذا شيء التحاليل غلط وديني بكوارث. فطلاب accuracy of measurement دقه القياسات، ركزوا وياي the measurement in the medicine القياسات في الطب. طلاب قبل لا اكمل شوفوا اذا مثلا المحاضره طويله انت تقدر تسرحها، تقدر تخليها كل سريع بالتالي كل بسرعه راح تخلصها. فاذا مثلا انت بالامتحان ما تقدر تقرا محاضره شو تسوي؟ تطلع المحاضره مالتي وتسرحها خلال ربع ساعه راح تخلص المحاضره، واضح؟ يعني انا راح احفظك اياها، واضح الفكره؟ عيدها مره ومرتين. زين نجي the measurement in the medicine القياسات في الطب should be very accurate، القياسات في الطب يجب should be يجب ان تكون very accurate كلش دقيقه، لازم تكون accurate يعني دقيق، لازم قياسات الطب لازم تكون دقيقه. And the percentage of error should be low as possible. And نسبة الخطأ percentage نسبة error خطأ and نسبة الخطأ يجب أن تكون كلش قليلة. يعني الدقة الأكيوراسي لازم تكون كلش قوية الدقة. ونسبة الخطأ لازم تكون كلش قليلة. هاي معروفة. Otherwise وإلا the diagnosis التشخيص or treatment أو العلاج will lead to the risky result راح يؤدي إلى نتائج خطر.
يعني الطلاب شي يقول؟ يقول القياسات بالطب، ميجرمنت الطب لازم تكون دقيقه كلش، ونسبه الاخطاء لازم تكون قليله، والا فالتشخيص والعلاج راح يكون كلش خطر. زين، therefore لذلك we should have، لذلك we should have device of the best reliable makes. يعني طلاب لازم احنا عندنا اجهزه ديفايس كلش دقيقه، بيست يعني كلش زين. فدي اقول لك الفكره انه احنا اجهزه بالطب لازم تكون دقيقه، لازم نسبه الغلط قليله. زين، the measurement error are result in several reasons. طلاب الاخطاء بالقياس سببها عده اسباب، مثل ايش؟ يعني واحد ليش يصير خطا بالقياس؟ اول شيء the measuring instrument، الجهاز اللي يقيس، مشكله بالجهاز. The error can be happen due to device or technical error. يعني الخطأ يصير هابن يحصل due to نتيجة الجهاز نفسه or technical errors أو أغلاط تقنية. يعني هسه ليش يصير الأغلاط بالطب؟ ده يعطيك الأسباب مالتها الريزن. أول شيء الانسترومنت يعني الأدوات، يعني الجهاز نفسه أو أغلاط تقنية. أو النقطة الأولى والله psychological reason، أسباب نفسية. طلاب شوف هسه إحنا مثلاً نشوف دائماً يجونا مثلا ناس او اصدقائنا او كذا يقول لي قيس للضغط، قيس للضغط القياسات، او يجون للمستشفى قيس للضغط القياسات، يروح البيت يقيسها ما ادري شيء. هذا نوع من انواع الضغط نسميه وايت كوت هايبرتنشن، يعرفوا اسمه. يعني طلاب هذا المريض من شاف طبيب وشاف مستشفى وشاف ناس مرضى نفسيته تعكرت، فبالتالي شنو ضغطه صعد. فبس يعني مو مريض، يعني صعد ضغطه نتيجة أمور سايكولوجية، أمور نفسية. سايكو يعني نفسي، نتيجة أمور IB مثل لفظ، يعني شو IB مثل لفظ نقول سايكولوجيكال، فبالتالي أقيسها سببها نتيجة أمور نفسية. فهو ضغطه ما صاعد، بس أنا من أقيس لضغطه يقا صاعد. يعني أكو مريض كان بس من يجي المستشفى ضغطه يصعد، يرجع البيت ضغطه ما. فهذا شو أسميه ضغط اللي نتيجة الأمور النفسية. فإحنا ربطنا بالموضوع، وين الرباط؟ الرباط انه دا اقول لك الاغلاط الطبيه اما مشكله بالجهاز نفسه او اغلاط تقنيه او مشكله امور نفسيه سايكولوجيكال ريزن. مثلا شوف اعطاك المثال ذا بلاد بريشر، ضغط الدم، الضغط نفس المثال اللي ضربناه. ذا بلاد بريشر ضغط الدم اند بلس ريت اند النبض هذا حكينا عليه، البلس نقيسه من هنا كان بي افكتد، يتاثر ديورنج ميجرمنت باي ذا سيفرال سايكولوجيكال راذر ذان ريزن. يعني طلاب يقول لك الضغط الدم والنبض يتاثر بسبب عوامل متعدده نفسيه راذر ذان ريزن، يعني مو اسباب صحيه. واضح؟ اذا الاغلاط القياس اما الجهاز والاغلاط التقنيه او امور نفسيه. زين، the inaccurate measurement can lead to wrong direction which are two type. طلاب القياسات الغير دقيقه inaccurate، accurate دقيقه، inaccurate الغير دقيقه، تؤدي الى اتجاهات خاطئه للعلاج. يعني شلون طلاب؟ عندنا شيء بالطب جدا مشهور، هسه انتم راح تطبون ان شاء الله مراحل قادمه، راح يقول لك فولس بوزيتيف، راح واحد فولس نيجاتيف. شو فولس بوزيتيف شو فولس نيجاتيف؟ راح نشرح. طلع اول شيء فولس نيجاتيف ايرور اكر وين ذا بيشنت از دايجنوزد تو بي فري اوف بارتيكولر ديزيز. واضح؟ وين شي هاف ات. طلع فولس نيجاتيف يعني التحليل يجيني نيجاتيف. طلع خلينا نتفق على شغله، اني نيجاتيف اقصد انه المريض ما بيمر، بوزيتيف ايجابي يعني مو ايجابي شيء زين، لا بوزيتيف يعني التحليل طالع بوزيتيف يعني المريض يعني اكو مرض، يعني نيجاتيف يعني ما بي شيء، يعني سالب التحليل سالب طالع ما بي شيء، بوزيتيف يعني التحليل موجب يعني بي شيء. هاي اول شيء. نجي فولس نيجاتيف، شنو معنى فولس نيجاتيف؟ نيجاتيف يعني المريض ما بي شيء، التحليل طالع سالب، بس هاي السالبيه ما التحليل هي كاذبه يعني غلط، يعني هو اجاني التحليل انه المريض ما بي شيء اوكي نيجاتيف، بس هي هاي النيجاتيف فولس، هاي انه المريض بيشي هو. واضح؟ ايش راح يقول؟ شنو الفولس نيجاتيف طلاب؟ شنو الفولس نيجاتيف؟ هسه تفسرها. فولس نيجاتيف شو تقول؟ تقول نيجاتيف معنى انه التحليل سالب، ما طالع المريض عنده مرض، هسه لاي مرض معين، مثلا جرثومه مال المعده قلنا عليها. مثلا جاني تحليل الجرثومه نيجاتيف، قلت اوكي الحمد لله والشكر انه المريض ما بيشي، حجي ما بيك شيء، قلت له نيجاتيف. اوكي يعني تحليلك سالب. بس هاي الحقيقة هي فولس، هي غلط، إذا هو بيشي. شوف شو راح يعرفه، يقول له فولس نيجاتيف أورور، هاي الأغلاط أكر تصير وين أ بيشنت، عندما البيشنت المريض يعني بيشنت مريض، وين أ بيشنت إز دايجنوز يشخص تو بي فري أوف بارتيكولر ديزيز، إنه المريض يشخص
فري ما بي مرض، فري يعني ما بي خاء ما بي مرض، يعني هو نيجاتيف ما بي مرض، لكن بالحقيقه هي وشي دوز هاف ات، هو بي. واضح؟ يعني فولس نيجاتيف يعني نيجاتيف ما بي مرض، بس هاي ما بي مرض غلط، فولس فولس. فبالتالي انه المريض يشخص فري اوف ديزيز ما بي مرض، لكن بالحقيقه هو هاف ات، يمتلك المرض. واضح؟ وهاي عند طلاب مرات مو بس مشكله بالجهاز او شيء، لا هاي بالكتب الطبيه يقول لك مثلا هذا التحليل، مثلا ندرس بالباطنيه من شنو ندرس، يقول لك يا هذا المرض بي فولس نيجاتيف بنسبه 20%، دير بالك. يعني شلون 20%؟ يعني يجيني التحليل ما بي شيء بس هو بي، هو بالكتب الطبيه موجود انه هذا المرض بي فولس نيجاتيف هيك نسبته، يعني لا صوت هو بالمختبر ولا صوت بيه، هي نسبه معينه انه هذا المرض ما يطلع بالتحليل بنسبه كذا فنسميه فولس نيجاتيف. فولس بوزيتيف، شوف ايرور الاخطاء هاي نوع، البوزيتيف يعني بي، بس فولس يعني هي غلط، يعني هو بي يجيني التحليل بي، بوزيتيف يجيني التحليل بي بس هي كذب ما بي، يعني هي غلط. يعني شوف هي اوكر هاي الاغلاط، وين ذا بيشنت دايجنوست تو هاف بارتيكولر ديزيز، انه المريض يشخص عده مرض لكن هو ما يمتلكه بالحقيقه، نوت هابت. يعني طلاب راح اعيدها بشكل مبسط لانها جدا مهمه، راح تاخذوها المراحل السابقه. فولس نيجاتيف ايرور، يعني تجيني يجيني التحليل فولس نيجاتيف ايرور، يجيني التحليل نيجاتيف سالب، اوكي بس هو بالحقيقه فولس، يعني هو التحليل مو يقول لك تحليل شيء، يقول نيجاتيف ما بي بس هو بي. شوفوا يقول بيشنت دايجنوز ما بي فري اوف ديزيز، لكن بالحقيقه هو يمتلكه. فولس بوزيتيف، يجيني التحليل بي، مريض بوزيتيف مصاب بهذا المرض لكن هو كاذب. وهذا الشيء بالكورونا طلاب، ازمه كورونا كنا دائما يعني يجيك مريض يقول لك يابا دكتور المفراس مالتي السي تي ما بي شيء بس هو بي كورونا. نشرح لهم ونقول لهم يابا انه هذا المفراس بنسبه معينه فولس نيجاتيف، يعطيك النتيجه نيجاتيف ما بيك بس هي غلط بيك، اكو نسبه معينه. واضح؟ يعني مثلا اجهزه كورونا كان مثلا يقول لي يابا هاي دكتور اني سويت هذا التحليل معين مال كورونا وقال لي انه انت ما بيك بس انا مسخن، تقول له حبيبي صح انت ما بيك بالتحليل، يعني هو التحليل ده يعطي نيجاتيف، ده يعطي انه انت ما بيك نيجاتيف، بس هاي النيجاتيف فولس خاطئه، اكو نسبه معينه الامراض موجوده. اذا هسه حكينا على هاي ديكشن اوف دايجنوزز ايرورز اند ميجرمنت انسرتينز. طلاب شلون راح نقلل احنا الاغلاط، احنا مو نحكي على الاخطاء بالتشخيص، شلون راح نقللها، شلون الريدكشن اوف دايجنوزز ايرور، شلون راح نقلل هاي الاخطاء. The positive and negative error، هاي اللي حكينا عليها، the positive يعني and negative errors and uncertainties of measurement can be reduced by several ways، بطرق متعددة. شلون راح نقول؟ أول واحدة research in the causes of misleading laboratory test، يعني طلاب نسوي بحوث على أسباب هاي الأخطاء الطبية misleading، يعني leading يعني شلون توجهنا بالشكل الصحيح، مس نفقد هذا التوجيه بالشكل الصحيح. يعني اول شغله حتى نقلص او نقلل هاي الاغلاط الطبيه، اول نقطه طلاب ايش نسوي؟ نسوي بحوث ريسيرش، هاي الريسيرش نسوي على 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 هاي الاغلاط، يعني نسوي بحوث على اسباب مال مسليدنج، ليدنج يعني التوجيه الصحيح، مس يعني نفقد هذا التوجيه الصحيح، يعني نسوي بحوث على اسباب فقدان هذا التوجيه الصحيح او على البحوث او على التحاليل، لابوراتوري عن تحاليل تيست يعني تحاليل مختبرية. إذا نسوي بحوث على أسباب الخطأ اللي يصير بالتحاليل المختبرية عن قيمة التحاليل المختبرية. اثنين أكو ريبيتنج ذا ميجرمنت، أعيد التحليل، مثلا جاني تحليل يقول ما بي شيء، أنا كطبيب جاني واحد تحليل يقول ما بي شيء وأنا شاك إنه عنده شيء، أرجع شو أسوي؟ أقول له أعيده، شو أسوي؟ ريبيتنج ذا ميجرمنت. واضح؟ اثنين كير إن تيكينج ذا ميجرمنت، أنا أقول أوصف المختبر من يسوي ميجرمنت قياس، أقول له كن كلش دقيق، كير يعني دقيق وخذ حذرك. زين ديفلوبمنت أوف نيو كلينيكال تيست، نقول له نحاول نطور تحاليل جديدة، هاي كلها السوالف راح تقلل نسبة الخطأ. آخر شيء نسوي بيتر انسترومنتيشن، نجيب أجهزة زينة، أجهزة زينة وأدوات زينة بالتحاليل. زين using reliable instrument، نستخدم أدوات موثوقة، لأن كل هالسوالف راح تقلل لي نسبة الخطأ. آخر شيء calibration of instrument relative to standard، أقارن calibration أقارن الأدوات مقارنة بالستاندرد بالأدوات النموذجية، يعني من أجيب شيء مثلا بالمختبر أقارنه ويا الأغوية الشيء أفضل شيء، إذن calibration instrument نقارن أدوات بالنسبة ويا الأشياء المختبرية. زين or already calibrated measurement instrument، واضح؟
إذن هاي شلون راح أقلل الأخلاط التشخيصية؟ أول شيء راح شنو نسوي بحوث على الأخطاء، قيمة الأخطاء المختبرية في التحاليل المختبرية، لابراتوري مختبري وتيست تحاليل وأخطاء وفاليو قيمة. إذن نعيد التحاليل، هاي ثاني شغلة. ثاني نقطة ثالثة من نسوي ميجرمنت قياسات نكون كيرف دقة. نقطة ثلاثة نطور تحاليل جديدة. النقطة الرابعة نسوي بيتر انسترومنتيشن أجهزة جي إن إن. والنقطة اللي وراها نسوي أدوات موثوقة، والآخر شيء نقارن الأدوات اللي عندنا ستاندرد. زين نجي الميديكال ميجرمنت بروسيد ذا تريتمنت. طلاب دائما القياسات الطبيه تسبق العلاج، القياسات الطبيه دائما شنو تسبق العلاج. The medical measurement that physician should proceed before the deciding how to the treat the patient include the kind of measurement. طلاب احنا دائما يقول medical measurement التحاليل الطبيه والقياسات الطبيه اللي الطبيب لازم يسويها قبل ما يقرر هاو تو تريت، قبل ما يقرر شلون يعالج المريض، وضمنها قبل ما يعالج المريض، يعني هو الطبيب قبل لا يسوي علاج المريض لازم يسوي تحاليل. فيقول لك عندنا نوعين من التحاليل، اما روتين ميجرمنت، التحاليل الروتينيه اللي لازم نسويها اللي هي تشمل طلاب، تشمل درجه الحراره لازم نقيسها، البلس ريت، نبضات القلب، الضغط، بلد بريشر، بودي ويت، وزن الجسم. ذني قبل ذني روتينيه كل مريض نسويه لازم، اللي هي تمشر، درجه الحراره، البولس ريت اللي يعني نبضات القلب، البولس النبض، والبلد بريشر ضغط الدم، والبودي ويت الوزن، هاي الروتينيه. بعد النوع الثاني من التحاليل اللي يسويها الطبيب، يسوي تحاليل حسب حاجه المريض، يعني انا عندي الم معدته اشيك انه مثلا عنده قولون، اسوي تحاليل مال قولون، ولا هو ما تحاليل مال قولون، بس مثلا شكيت عنده مثلا يختنق اسوي تحاليل مال ربو، واضح وهكذا. فاذا هذا النوع الاول تحاليل روتينيه، النوع الثاني تحاليل يحددها الطبيب حسب الحاله. شوف the other requirement test according to the case، حسب التحاليل الاخرى، التحاليل الاخرى حسب اكوردنج، حسب الكيس، حسب الحاله المرضيه مال المريض اوف ذا بيشنت. زين الدكتور، الطبيب، ذا دكتور كان ديسايد، هو يقرر ذا اذر ريكوايرمنت، هو يقرر الاحتياج للتحليل للمريض، مثل لابوراتوري انفستيجيشن، تحاليل مختبريه، بودي سيجنال انفستيجيشن يعني تحاليل للجسم، اند ميكانيكال تيست او تحاليل ميكانيكي. اذا عندي نوعين من التحاليل ميديكال ميجرمنت، نوعين، تحاليل روتينيه اللي هي النبض والضغط والوزن، درجه الحراره والوزن، وعندي تحاليل يقررها الطبيب بسايد هو حسب الحاله المرضيه. زين نجي طلاب البلس اوكسيميتر. طلاب بالنسبه للبلس اوكسيميتر عندنا البلس اوكسيم موديل اوف ذا ميديكال فيزيكس ابلكيشن، يعني البلس اوكسيميتر طلاب، هذا البلس اوكسيميتر هو عباره عن جهاز يقيس، هذا اللي يحطوه هيك دائما تشوفوه مثلا بالمسلسلات بالافلام، يحطوه يجيب هذا الاصبع بالاندكس، بالاندكس يحطوه، شو يسوي هذا الجهاز؟ صراحه احط لكم صوره عليه، يقيس لي نسبه الاكسجين بالدم. شو اسميه؟ اسميه بلس اوكسيمتري، بلس اوكسيمتري، بلس يعني هو البلس اوكسيمتري هو هذا الجهاز. يقول لك هو احد موديل اوف ميديكال فيزيكس، احد يعني احد تطبيقات الفيزياء الطبيه، ابلكيشن تطبيقات فيزياء طبيه. بلس اوكسيميتر بروفايد سبكترومتريك اسسمنت اوف ذا فانكشن ارتيريال هيموجلوبين اوكسجينيشن. طلاب راح نشوف الصوره، اشوفكم صوره. طلاب هذه صوره توضيحيه للبلس اوكسيميتر. طلاب البلس اوكسيميتر قبل لا الصوره، انا اشرح لكم شغله. البلس اوكسيمتري لا بد ان تذكرون يعني اوج ازمه كورونا، كانت كل عائله يعني بالبيت صار عندهم اصابه، قاموا يجيبون هذا الجهاز البلس اوكسيميتري، يحطون هذا الجهاز بالاصبع، راح يقيس لطيب الطلاب هذا الجهاز، يحطوه بالاصبع بالاندكس، اكثر شيء يحطه لازم عادي يعني بيسوي اكثر شيء بالاندكس، بالاندكس هاي السبابه يسموه اندكس، يقيس نسبه الاكسجين بالدم. شيء يقيس نسبه الاكسجين بالدم، اوكي بالضبط. اكثر بعد بادق دكتور، شيء يقيس نسبه، احنا طلاب عندنا اوكسجين يعني هيمو، يعني الهيموجلوبين عندنا هيموجلوبين مرتبط بالاكسجين يسموه اوكسي هيموجلوبين، هو شيء يقيس الاكسجين مرتبط بالهيموجلوبين، يعني هو احنا الدم بيوكسجين ذائب عادي وبيوكسجين مرتبط بالهيموجلوبين، وياي الدم بيوكسجين، بيوكسجين مرتبط بالهيموجلوبين. البلس اوكسيميتر هذا الجهاز يقيس الاوكسجين مرتبط بالهيموجلوبين بشكل كبير. اذا شو يقيس الاوكسجين المرتبط بالهيموجلوبين. ضعوا على هذا الرسم التوضيح. طلاب هذا الرسم تخيلوا هذا اصبع الانسان، هسه انا داشركم بالماوس وياي، هذا الاصبع، هذا الاصبع مال شخص، وهذا الجهاز، الجهاز انا احطه بالاصبع، هذا الاصبع مال شخص، شوفوا هذا الشريان هنا داخل الاصبع يسموه الارتري، يعني هذا الاصبع بالازرق كله، وهذا داخل الشريان، وهاي بالاخضر هذا الهيموجلوبين، والبالهاي هذا اللون اللي هو شلون البني، هذا شنو؟ هذا الاكسجين. اذا هذا اصبع الانسان، وهذا الاحمر هو الشريان، وهذا بالاخضر هو الهيموجلوبين، وهذا الاكسجين، وهذا الجهاز هيك بيكم اثنين منه ومنه. طلاب هاي هنا عندنا نوعين من الاشعه، هاي يسموها ريد
اشعه حمراء، وهاي انفراريد اشعه تحت الحمراء، نوعين من الاشعه، هاي حمراء طول بها طول موجي، هاي نوعين، وهاي انفراريد. وهذا عندنا شنو طلاب؟ لايت كولكتر، يعني هنا ديتكتر، فحساس يلتقط الضوء. فطلاب نجي نصل الضوء، بس انا صوره ثانيه، شوفوا نصل الضوء من الحمراء ومن تحت الحمراء. طلاب هاي نسبة الأكسجين اللي قاعد على الهيموغلوبين، هاي البنية اللون ماكو هاي الأكسجين، أو البنفسجية هاي ماكو هاي الأكسجين، راح تمص أكثر شيء يسوي أبزوربشن المن مو للأحمر للون الأحمر، لا الإنفراريد تحت الحمراء، تمص الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء، فبالتالي الأشعة هاي الأكسجين اللي بالبنفسجي مو مصت هاي الأشعة تحت الحمراء، فبالتالي الأشعاع ما وصل للديتكتر للمتحسس، فبالتالي هاي المعادله هو راح يرتبها الجهاز ويطلع لك نسبه مال الاكسجين بالدم. اذا شيء يقيس؟ يقيس الاكسجين، بس اكثر شيء يقيس؟ يقيس الاكسجين المرتبط بالدم. هسه عندنا جهاز اسمه بلس اوكسيمتري يقيس نسبه الاكسجين بالدم، بالضبط اكثر يقيس نسبه الاكسجين المرتبط بالهيموغلوبين. وعندنا نوع من الاكسجين، عندنا اكسجين فري، عندنا اكسجين مرتبط بالهيموغلوبين، الجهاز يقيس الاكسجين المرتبط بالهيموغلوبين. جهاز بريد وانفراريد. وهذا هنا الشريان الارتري. وبي هاي الاكسجين، الاكسجين تمص الاشعاع اللي يجي من اصل فعالي ها، فاكثر شيء الانفراريد، فمو تمصه يسوي ابزوربشن، راح يمتص فقليل يوصل للديتكتر، فاذا اكسجين هواي راح يمتص هواي، فالديتكتر يوصل له قليل، فهاي المعلومات يعالجها الجهاز ويعطينا اياها واحنا راح نقراها. زين طلاب هسه اذا نرجع للمحاضره، بلس اوكسيمتري از بروفايز سبكتروفوتومتريك، يعني يسوي قراءات يعني طيفيه، احنا مو قلنا عندنا رايد وانفراريد، فبالتالي سبكتروفوتومتريك يعني طيف، اسسمنت اوف فانكشن ارتيريال هيموغلوبين اوكسجينيشن، يعني يقيس نسبه الاس بي او 2. دائما هسه احنا بالمستشفيات نقول يابا قيس الاس بي او 2، يعني شنو هو؟ يعني يقيس الاكسجين بالدم، يقيس الاكسجين واضح اللي مرتبط بالهيموغلوبين. اذا البلس اوكسيمتري شي يقيس؟ يقيس الاكسجين طبعا ارتيريال مو فينيوس، يعني الطلاب عندي شريان وعندي وريد، يقيس لي بالشريان اللي بالارتري مو اللي بالفين اللي بالارتري، والاكسجين المرتبط بالهيموغلوبين، هيموغلوبين اوكسجينيشن، فشي يقيس؟ يقيس الاكسجين المرتبط بالهيموغلوبين الموجوده بالارتري، يعني يقيس هذا الارتري هذا بالاحمر كله ارتري شريان وهذا اكسجين، اذا يقيس لي نسبه الاكسجين. زين طلاب بلس اوكسيمتري بيس اون فالونج تو برنسبل، يعتمد على مبدأ هذا البلس اوكسيمتري، الجهاز اللي هو يقيس لي الاس بي او 2، يقيس لي الاكسجين المرتبط بالهيموغلوبين، يعتمد على مبدأ، المبدأ الاول الهيموغلوبين اند اوكسجينيتد هيموغلوبين، الهيموغلوبين المرتبط بالاكسجين، يعني طلاب يعتمد اول شيء على الهيموغلوبين والهيموغلوبين مرتبط بالاكسجين، ديفر ان ذير ابزوربشن، ها الفرق بامتصاصهم اوف ريد اند انفراريد. طلاب باعوا الصوره، احنا هسه هذا الجهاز حتى يشتغل شو يعتمد عليه؟ احنا مو قلنا هاي اللي بالبنفسجي الاكسجين اللي القاعده على الاخضر اللي هو الهيموغلوبين فسمينه اوكسي هيموغلوبين، احنا هسه بالاخضر ايش قلنا؟ هيموغلوبين، والبنفسجي شنو؟ اوكسجين، فبالتالي يعتمد على الاكسجين والاوكسي هيموغلوبين ودرجه والفرق بالامتصاص، احنا مو هاي عندي ريد اشعه وهاي عندي انفراريد، راح هذا الاكسجين هنا القاعد ايش قد راح يقيس للفرق الشعاع الجاني من الانفراريد وبين الريد، يعني جوز هاي هنا يمتص كل الاشعاع وهنا يمتص اقل من نص، فيعتمد على الفرق بالامتصاص بين الاشعه الاثنين. فالنقطه الاولى يعتمد عليها من على الهيموغلوبين والاكسجينيتد هيموغلوبين، دفر الفرق وين؟ بالابزوربشن بالامتصاص بين الريد والانفراريد، يعني يعتمد على الفرق ذن القاعدات يمتصن على الفرق بالامتصاص بين الريد والانفراريد. زين هاي النقطة الأولى، بعد عليه من يعتمد على الفوليوم اوف ارتيريال بلود ان ذا تيشو اند ذير فور لايت ابزوربشن باي هيموغلوبين تشينج ديورينج ذا بلس. طلاب ثاني نقطة يعتمد على الدم، جوز هذا الارتري ما يوصل لدم، إذا على الفوليوم مال ارتري. طلاب هسه مثلا واحد عنده جرح هنا يوصل دم لهنا؟ لا، فبالتالي الجهاز ما راح يقيس، فبالتالي يعتمد عليه من على الارتري أيضا. إذا يعتمد على مبدئين، المبدأ الأول يعتمد على اليمن على الفرق بالامتصاص بالابزوربشن بين الريد وبين الانفراريد الحمراء والتحت الحمراء، يعني هاي الأكسجين اللي قاعد فوق الهيموغلوبين هاي الأكسجين البنية، هو هذا الجهاز نسلط ضوء اثنين أغوية الريد والانفراريد، فهذا الأكسجين راح يمتص ضمن الأغوية، يمتص الانفراريد بدرجة وينفر الريد بدرجة معينة، الفرق مالتهم هو يحدد القراءة، فبالتالي اعتمد أول شيء على الفرق بالابزوربشن، ابزوربشن يعني امتصاص،
اعتمد على الفرق بالابزوربشن بين الري والانفراريد، هاي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عليه من اعتمد؟ يعتمد على الفوليوم اوف ارتيريال بلود، يعني على الدم. جوز واحد مثلا ايديه بارده، طلاب ايديه كلش بارده ما يوصل دم، فبالتالي الجهاز ما ينطق قراءه صحيحه، فيعتمد على الدم اللي يوصل للاصبع واعتمد على درجه الامتصاص. فاول شيء يعتمد على الابزوربشن، هاي الابزوربشن الامتصاص للريد والانفراريد. ثاني شيء يعتمد على الفوليوم اوف ارتيريال بلود، على الدم اللي يجي بالتشو. اند ذير فور، لذلك لايت ابزوربشن باي ذا هيموجلوبين تشينج ذا بلس. ولا بعطيكم معلومه، احنا البلس اوكسيميتر كلش يعني نهتم به، يعني يعتبر حتى من الفايتال ساين، يعني يعتبر من شيء الاشياء مهمه. حاله حال احنا ممكن كل مريض نقيس له نبض قلب، كل مريض نقيس له درجات تنفس، كل مريض نقيس له وزن، كل مريض نقيس له درجه حراره، لان ثابتات. البلس اوكسيميتر هم لازم كل مريض نقيسه، خاصه اللي يجون بالطوارئ، خاصه اللي مختنقين. فلا دائما البلس اوكسيميتر اللي صبغا اظافرهم يعطينا قراءه مشوشه، اللي ايده يعني تكرمون بها يعني شلون الوسخ ايضا ما راح يعطينا قراءه صحيحه. اضافه لنقطه اخرى اللي مثلا ايديه كلش بارده ما يعطينا قراءه صحيحه، بالتالي يعتمد على مبدئين، على الفرق بالابزوربشن، والنقطه الثانيه على كميه الدم. شلون البلس اوكسيميتر يشتغل؟ قلنا بلس اوكسيميتر سنسر هاف ريد وانفراريد، اتفقنا عنده احمر وانفراريد، لو فولتج لايت، ايميتنج دايود ليد نسميه. طلاب يعني هاي الريد وهاي الانفراريد هي فولتيتها قليله، واضح؟ يسموها لو فولتج لايت ايميتد دايود، يعني نسميه ليدز، نختصرها ليد، لو فولتج ايميشن دايود. زين، هسه يعتمد المبدا مال القراءه مال التعريض والانفراريد. زين، وذ سيرف از الايت سورس، اللي هاي الليد، الليد هاي اللي موجوده هنا، الليد هاي الليد تعتبر مصدر للضوء. اذا هسه شلون يشتغل؟ عندنا شيء اسمه مصدر للضوء اللي هي ريد وانفراريد، اللي شو نسميها ليدز، نختصرها بكلمه ليدز. شنو الليدز؟ لو فولتج، فولتيه قليله، لايت ايميتد دايود، دايود هو يصدر ضوء، هاي تعتبر مصدر للضوء، هاي النقطه الاولى. ذا ايميتد لايت از ترانسميتد ثرو ذا تيشو، اللايت الضوء ينتقل ثرو ذا تيشو خلال النسيج، هاي النقطه الاولى. زين، وين ينتقل الضوء؟ خلال التيشو، خلال النسيج. ذن ديتكتد باي ذا فوتو ديتكتر، شوف طلاب اكو هنا فوتو ديتكتر، هاي هذا هنا، هذا الجهاز الحساس، يعني هذا الضوء ديتكتد يكتشف عن طريق هنا فوتو ديتكتر. اذا اعتمد على شيء هنا عند ريد وانفراريد تعتبر مصدر للضوء اللي هو نسميه ليدز، واضح؟ دايود. وثاني شيء اكو هنا ديتكتر للضوء يكتشف الضوء. اذا هسه انا عندي اول شيء الريد والانفراريد اللي هي ليدز نفسها، لو فولتج اللي تعتبر دايود اللي تعتبر مصدر للضوء. ثاني شيء عندي السنسر، وين؟ الديتكتد باي فوتو ديتكتر، هذا اللي فوتو ديتكتر، شوف طلاب هذا فوتو ديتكتر يكتشف الضوء. زين، اند اخر شيء سنتا مايكرو بروسيسز راح يعالج هاي المعلومات ويعطينا اياها. اذا هسه يعتمد على هنا هذا الليدز اللي ريد وانفراريد اللي هو لو فولتج اللي هو دايود، وهنا عندي فوتو ديتكتر، وهذا ذن الضوء خلال التشو خلال النسيج. طيب هاو بلس اوكسيميتر ورك، شلون يشتغل بلس اوكسيميتر؟ ذا بلسيتنج اوف ذا ارتري result in change in absorption to added hemoglobin and oxygenated hemoglobin in the bath of the light. يعني طلاب شو يقول؟ يقول شلون يشتغل؟ يقول هذا البلس، البلس يعني نبض، نبض هذا الارتري، نبض هذا الشريان، نبض هذا الشريان ايش راح يعطي؟ يعطي اكسجين وراح يعطي هيموجلوبين. فنبض الشريان اللي راح يعطي اكسجين وهيموجلوبين راح يمثل الفرق بالامتصاص، ما يمثل الفرق بالامتصاص للأشعة الحمراء وتحت الأمراء، هو اللي يحدد الشغل. يعني شوف شو يقول، يقول the pulsation، البلس النبض مال artery مال شريان، مال شريان الدم، يؤدي إلى تغير بالامتصاص. وين؟ ليش؟ لأن طلاب كل حركة، كل نبض راح يعطي أكسجين ويعطي هيموجلوبين، كل نبض يعطي أكسجين ويعطي هيموجلوبين، يعني هاي تمشي أكسجين يعني يضيف أدد، يضيف أكسجين وهيموجلوبين، يضيف أكسجين وهيموجلوبين، هاي الشريان الدم يجي بشكل متواصل. فطلاب إضافة الأكسجين والهيموجلوبين هي راح تحدد الفرق بالامتصاص. يعني طلاب شو يقول؟ يقول يابا النبض الأرتري الشريان راح يؤدي إلى تغير بالامتصاص، وين؟ عندما تضاف ذرة هيموجلوبين وأكسجينيتد الهيموجلوبين، واضح؟ طريقة للضوء. يعني يقول هذا إضافة الأكسجين والهيموجلوبين راح يحدد الامتصاص، يعني هاي تمشي إضافة وحدة راح تمشي تمتص، هاي وحدة راح تمتص، يعني مش إجت هاي امتصت هنا قرعة المؤشر شكل، راحت إجت الثانية امتصت قرعة شكل،
فبالتالي شو يقول؟ يقول يابا نبض الشريان يؤدي الى تغير بالامتصاص باضافه الهيموغلوبين والاوكسي هيموغلوبين بطريقه للضوء. يقول بسبب الاوكسي هيموغلوبين يعني الاكسجين مرتبط بالهيموغلوبين والهيموغلوبين يمص اللايد بدرجات مختلفه، يعني ما راح يمص بدرجات ثابته. فهذا التغير هذا الفارينج ابزوربشن بالامتصاص از ترانسليت راح يترجم بالجهاز بشكل ويف فورم بشكل موجات بوث كلا الحمراء والانفراريد وتحت الحمراء. يعني طول يقول لا طلاب يقول لك هذا الاوكسي هيموغلوبين، الهيموغلوبين مرتبط بالاكسجين والهيموغلوبين الامتصاص مالتهم احنا مو هذا اكسجين وهذا هيموغلوبين، الهيموغلوبين والاكسجين الامتصاص مالتهم مختلف، هاي تختلف عنها هاي تختلف عنها، والاكسجين عن الاكسجين وحده عن الاكسجين عن الهيموغلوبين المرتبط بالاكسجين امتصاصه مختلف. فهذا الاختلاف بالامتصاص هذا الفارنج بالاختلاف راح يترجم وبشكل موجات ويعطيني قراءه. فشو يقول؟ يقول الاكسجين مرتبط بالهيموغلوبين والهيموغلوبين نفسه الامتصاص مالتهم للضوء يكون بدرجات مختلفه ديجري درجات فيرنج مختلفه درجات مختلفه. هذا التغير ذس فيرنج هذا التغير بالامتصاص راح يترجم ترانسليتد بشكل ويف فورم بشكل موجات الحمراء وتحت الحمراء وبالتالي راح يعطيني قراءه. يعني طلاب مختصر الكلام انه هاي هنا عندي ليد دايود بريد وانفراريد صدر لضوء، هذا الضوء راح يخترق الاصبع يروح على الشريان، الشريان بيه اكسجين وهيموغلوبين يعني هيموغلوبين محمل بالاكسجين راح يمتصن بدرجات مختلفه، كل وحده تمتص بدرجات مختلفه وراح اطيح على الديتكتر على 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 المتحسس ويعطيني قراءات. يعني طلاب اذا هنا اذا الاكسجين كلش هواي هنا راح يمتص دن الاشعه مال ريد وانفراريد بشكل كبير، فبالتالي الاشعه توصل لهنا قليله فيعطيني الجهاز انه يابا وصلت هنا قليله يعني اكو اكسجين هواي بالجسيم، في حين لا ولا اكسجين قليل هواي دن الاشعه يصير بشكل هواي فيوصل هنا للمستشعر بشكل هواي فيعطيني نسبه يابا انه صح وصلني هواي بس لان ليش وصلني هواي هنا؟ لان هنا ماكو اكسجين مصهن فبالتالي يعطيني نسبه قليله. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله استفاديتوا وإن شاء الله نلتقي بالمحاضرات القادمة.